بكر عيسى في التخليص ملعوبة العرضية الراسية ترتطم جول تلعب جول عمر الجدعاني يعوض ركلة الجزاء المهدرة. هذا عمر الجدعاني الهداف اللي أهدر ركلة الجزاء في دقائق أولى لكن يعود بالاتحاد من خلال كرة شوف شوف الإعادة ترتطم ويحطها في شباك باكر عيسى بشكل جميل. باكر عيسى يتلقى شباكه وهدف أول